بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من قضايا دوت كوم. أكثر من 20,000 مصاب في اليمن بالسرطان حسب السجلات الرسمية، وما بين 20 إلى 30 شخصا يصابون يوميا بمختلف أنواعه التي تتجاوز أو تقارب 20 نوعا. كل ذلك ولا يوجد في اليمن مستشفى متخصص ومتكامل، وكل ما تتم من جهود هي إما شخصية وخيرية أو رسمية خجولة. نبحث في هذه الحلقة في أنواع السرطان، أسبابه وأسباب ازدياده، والالتزامات الرسمية والمجتمعية للمصابين. في هذه الحلقة سيكون معي ضيوفي الكرام، ابتداء من اليسار الدكتور حسين عطية، مدير إدارة الخدمات والرعاية بمؤسسات مكافحة السرطان، ورياض الزنداني من حملة نزرع أملا نقتل ألما، والدكتور نبيل الحاج نائب مدير المستشفى الجمهوري وهو متخصص في الأورام، وزهاء الحمادي من حملة نزرع أملا ونقتل ألما. نرحب بضيوفي الكرام وأرحب بكم مشاهدينا. نبدأ الحلقة كالعادة باستعراض هذا المقطع الخاص عن مرضى السرطان. بكم مشاهدينا الكرام. إذن نبدأ مع الدكتور حسين عطية. دكتور حسين، رقم مهول، أكثر من 20,000 حالة، لو تحدثنا في البداية عن هذا الرقم، هل تغير في الرقم شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، الرقم أزود من 20 تقريبا، في حدود 25، والرقم أو الأعداد يوميا في ازدياد، وهذا منذر خطير في هذا المرض. نحن في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان نستقبل ما بين 20 إلى 30 حالة مرضية يوميا جديدة، ونستقبل ما بين 50 إلى 70 مراجع، فالمرض في ازدياد. نحن نطلب من الجهات ذات الاختصاص أن تبحث في أسباب انتشاره وأسباب تفشيه، ونعول على قضية التثقيف والرعاية في موضوع السرطان لمريض السرطان. أنا في اعتقادي أنها توازي مرحلة العلاج أو أهمية العلاج. إذا ثقف المريض أو إذا شخص سريع في وقت أسرع من ما، لأنه يأتي المريض بعد عدة تشخيصات أو عدة دكاترة أو أطباء يمروا عليهم، وخاصة في الأرياف، يأتي في الريف ويقال له يعطى مضاد حيوي، يعطى علاجات هكذا، حتى أنه يأتي ويتفشى فيه ويأتي في مرحلة متأخرة من المرض. خلينا في البداية نبحث في المرض وفي انتشاره. دكتور نبيل الحاج نائب مدير المستشفى الجمهوري، أنت متخصص في الأورام. طبعا في هذه الأثناء انضم إلينا زميلنا أحمد العابد وهو متخصص في الجانب النفسي، سيتكلم عن المرض وعن المصاب بالمريض من الجانب النفسي. أهلا بك أحمد. قبل ما نبدأ في الجانب النفسي، نعود إلى الدكتور نبيل الحاج ليتحدث عن إمكانية وجود أرقام غير مسجلة في اليمن إذا كانوا لا يدركون عندهم مرض السرطان. ما إمكانية ذلك، وكم تمثل هذه النسبة تقريبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم سعيدة على تفضلها
على تفضلها بدعوتنا لهذا البرنامج، وطبعا قضية السرطان والأورام السرطانية تشكل مشكلة مخيفة. إذا ما اطلعنا على الأرقام الموجودة والمثبتة لدينا، فحالة العيش الوفيات على الصعيد العالمي مثلا 13% من الوفيات يعني سببها الأورام السرطانية، 70% من الوفيات في الدول النامية ومن ضمنها بلادنا سيكون سببها السرطان. يعني إن مرض الوفيات نتيجة السرطان في يعتبر في الإيش في المرتبة الأولى. في اليمن ما نسجله في الإيش في السجلات الرسمية وحسب توثيق المركز الوطني لمكافحة الأورام الوحيد في صنعاء 20 إلى 25 ألف حالة سنويا تسجل حالة جديدة. 20 إلى 25 ألف. والآن يقال يعني في دلائل في توثيق في الوحدات وحدات مكافحة الأورام في المحافظة ممكن تصل إلى 30 ألف حالة سنويا. هذه الحالات اللي إيش تسجل يعني رسميا، يعني خاصة نحن لا توجد لدينا مستشفيات لا إحصائيات ولا مستشفيات متخصصة، والريف أكثر من المدينة، والريف أكثر، وكذلك الحالات التي تصل إلى الإيش إلى الوحدات وحدات الأورام مكافحة الأورام في الإيش سواء في المحافظات أو صنعاء. طيب. هذه الحالات اللي تصل، الذي ما تصلش ولا تقيد يعني ممكن تكون إيش تتضاعف هذه الأرقام. ومن أجل ذلك ومن أجل هذه النقطة، عدم وجود مستشفيات متخصصة، عدم وجود مراكز متخصصة، هناك حملة نزرع أملا ونقتل ألما ربما في هذا الصعيد. رياض الزنداني، في أي إطار تأتي هذه الحملة نزرع أملا نقتل ألما؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحملة حملة شبابية أطلقوها مجموعة من الشباب، هي في الأساس ناشدت من قبل سنين تقريبا، أعتقد أن احنا بدأنا نتصفح على الفيسبوك من مدة بسيطة، بس انطلقت هذه المبادرة من أجل تشييد مستشفى متخصص لأمراض السرطان. طبعا أنا سمعت من كلام الدكاترة أنه ما فيش إحصائيات، الدكتور قال من 20 إلى 25 إلى 30 ألف حالة سنويا، يعني مجمل الحالات السنوية على مر لو نقول من عام 90 إلى يومنا هذا كم تطلع حالات السرطان عندنا في اليمن؟ تمام، إذا كانت من 25 إلى 30 ألف حالة. طيب خلافا عن الريف حالة ثانية، حالة الغير مدونة، خلافا عن حالة الريف الغير مدونة، فما بالك الذي موجودة في المدن صنعاء عدن وإلى. طبعا حملتنا هي صار لها مثل ما كلمتك أنه صار لها سنين شيء تشوف النور، تمام، خصوصا لما شفنا من وزراء من رؤساء من مصادر حكومية، نحن في صدد بناء مستشفى متخصص لأمراض السرطان، ونحن الآن في آلية تجهيزه، ونحن طيب مش شايفين شيء. طيب يعني لهذا أطلقت، لهذا الشيء أطلقت. جميل، خليني أنتقل لأحمد العابد. أحمد العابد، بعض الأمراض المستعصية والفتاكة، المريض لا يجرؤ أن يعني يقول خليني مريض مش عارف إيش فيني أحسن مما أنه أتفاجأ بهذا المرض الخطير. هل الحال نفسه موجود مع بعض مرضى السرطان، وهذا ما يعكس عدم الكف عن بعض الحالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالضيوف الكرام، أرحب فيك خي عبد السلام، شكرا للاستضافة. طبعا بالنسبة الحالة النفسية بشكل عام اللي احنا دائما نطرق لها كمدربي تنمية بشرية عن مرض السرطان او اي مرض مستعصي زي ما ذكرت اخي عبد السلام، عادة هم بيمروا بمراحل متعددة، اهمها واول مرحلة هي مرحلة انه بيكتشف بعض الناس انه مريض سواء كان مرض اخر او فيه مرض السرطان. هذه المرحلة بيكون فيها نوع من الصدمة النفسية للشخص، بيدخل في المرحلة الثانية وهي مرحلة انه بيبدا يتقبل انه خلاص انا مريض، كل الدكاترة بيقولوا لي انا مريض، يعمل اكثر من فحوصات، يحاول يقاوم، يروح هنا يغير، يروح دولة
كلها خارجيه بيكتشف فعلا انه مريض فيبدا يتقبل، فبيدخل بعدين في المرحله الثالثه وهي مرحله العلاج، لانه هكذا كذا لازم تعالج. طيب هذه الان المرحله هي بتكون المرحله الاطول وهي المرحله الاهم بالنسبه للمريض من الناحيه النفسيه، لانه باختصار اذا في هذه المرحله ما لقيش السند، ما لقيش العون، ما لقيش نوع من التفاعل الايجابي معاه او من الكيان اللي حوله او من الناس اللي حوله او من الدكتور نفسه، فممكن انه فعلا تدهور صحته بغض النظر عن نوع المرض، ممكن تتدهور نفسيا بالتالي تؤثر على المرض الجسدي اللي هو يكون فيه، فما يؤدي الى سرعه انه زي ما نقول لا قدر الله يزداد فيه المرض او انه يوصل الى مرحلته الاخيره بالضبط. زهى الحمادي، ايضا انت في حملات نزرع عملا نقتل الما، ايش اللي ممكن تقدمه لمرضى السرطان في هذه الحمله؟ واحدين ثلاثه ايش مطالب هذه الحمله؟ بس اوكي، مثل ما قال اخي رياض، نحن الاثنين مجموعه من مجموعه كبيره جدا داخله في الحمله. الحمله كبيره جدا وبدأها الشباب وحابين ان شاء الله نكملها. مطالب الحمله في مطالب الحمله شيء محدد، ان احنا محتاجين في اليمن حاجة أساسية إلى مستشفى متخصص هنا في اليمن. إذا كانت الإحصائيات كما يقول الدكاترة إنه الإحصائيات إلى الآن مش مجموعة كامل من عام 90 تقريبا، ما فيش معانا بنك معلومات أساسي نرجع له كدكاترة. طبعا أنا موجودة في، أنا أدرس في كلية الطب ومجموعة من الدكاترة في كلية الطب اسمنا مجموعة مبادرون معا نشتغل في هذا الموضوع، وحابين جد وكلنا في الحملة إن إحنا نحصل على إحصائيات نبني على أساسها ايش المشاكل، ايش الاسباب اللي ادت الى تفاقم هذا المرض، وهذا اللي نحن محتاجين له. فنحن حابين ومصممين على هذا الموضوع ان شاء الله انه يكون في اليمن مستشفى متخصص بامراض السرطان. مثل ما قال الاستاذ احمد انه معاناه مرضى السرطان جدا 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 يعانوا معاناه شديده جدا. طيب فمستشفى السرطان لازم انها تكون. إذا المطلب الآن إنه واحد يكون عنده في بنك معلومات لإحصائيات ثم مستشفى. بالضبط. ثم مستشفى. دكتور حسين عطية، نعود إلى المرض نفسه. كم أنواع السرطان؟ أخطرها، أسبابها؟ لأنه أنا سمعت إنه قرابة 20 نوع، سمعت منك يعني قبل ما نبدأ التسجيل. هو في الحقيقة 20 نوع يزيد أو ينقص. إنما الذي في الـ في الـ في المجتمع اليمني يكاد يكون بعض الأنواع تطغى على بعض، فنحن نعاني من سرطان المنتشر، سرطان الدم، سرطان الرئة وأكثرها بسبب التدخين، سرطان الفك والبلعوم وأكثرها بسبب الشمة وعدم الاعتناء بالفم، وسرطانات أخرى كثيرة منها سرطان الثدي عند النساء، سرطان العظام، سرطان الجلد والبنكرياس وسرطان الدم بأنواعه، سرطان الجهاز الهضمي ويشتمل الكبد والقولون والبنكرياس وغيره، سرطان الغدد اللمفاوية. فالسرطانات كثيرة وتتوزع على سبيل المثال في المناطق، تحصل في منطقة الحديدة أو غرب اليمن، الحديدة وتعز أكثر ما يعانوا من سرطان الفك. سببه الشمة والقات، سببه الشمة والقات والتدخين والعناية أو الوقاية وهكذا. نعم. والجوانب الأخرى اللي هي ما يسمى بسرطانات الجهاز الهضمي، إيش سببه؟ تقدر تقول إحنا لا نطلق الأمور، قد يأتي واحد يقول القات هو جزء كبير ومهم بل ورئيسي في سرطان الجهاز الهضمي. إنما كلما رجعنا إلى الطبيعة والأكل الطبيعي والاعتناء والأمور الطبيعية هي التي هي وسيلة من وسائل الوقاية. إنما القات، ونأتي إلى أصحاب المزارع القات، نعلم أنهم يعملوا المبيدات والكيماوي في خلال يومين حتى ينضج القات. المبيدات لكن قد تكون يعني في قد تكون في الخضار او تكون في بعض لكن على سبيل المثال الخضار كمعلومه، الخضار اذا حفظت في الثلاجه لمده 8 ساعات فاكثر تنتهي منها المواد الكيماويه، وهذا ميزه بل من لطف الله ان الله يريد ان يزيل هذا من الحلال الطيب. جميل. فالقات جزء من قضية أمراض الجهاز الهضمي. أيضا لا ننسى أن المشروبات الغازية
احنا يجب ان ننتبه لهذا الجانب. فاسباب كثيره يعني بهذا اللفظ. دكتور في سؤال منطقي، لماذا هل انتم عاجزون سواء في المستشفى الجمهوري والذي لديكم مركز الاورام او في وزاره الصحه او حتى في المؤسسه، لماذا لا يكون هناك احصائيات دقيقه للسرطان؟ ما هي الصعوبات؟ صعوبات في الامكانيات، صعوبات في المريض نفسه، ايش الصعوبات؟ سؤال مهم جدا ومحوري. الامكانيات يعني موجوده الامكانيات، لكن سوء استخدام هذه الامكانيات. احنا انتم كلكم تتحدثون عن مطلب لانشاء مركز على الاقل واحد متكامل لعلاج الاورام، بينما الاحصائيات ومتطلبات منظمه الصحه العالميه تطلب بناء مركز متكامل لكل 2 مليون نسمه، واحنا عندنا الان اكثر من 20 مليون في اليمن، واحنا نطلب لا نزال نطلب انشاء مركز واحد. هذا جانب. الجانب الثاني، علشان نعالج الاورام، وفي شقين اساسيين، يعني هو مش المركز هو للعلاج فقط، لكن هناك يجب ان نعمل على انشاء المشروع الوطني لمكافحه الاورام. وايش معناه المشروع الوطني لمكافحه الاورام؟ هذا ما يقوم فيه من ايش؟ من توعيه ومن بحث، من بحوثات عن العوامل اللي تسبب الاورام في الايش؟ في مختلف ليش في الحديده مثلا الايش؟ سرطان الفم والمري اكثر، لانه في عوامل تساعد على نشوء هذا الايش؟ او ظهور هذا الورم بعينه. مثلا في مناطق اخرى اورام اخرى مثل سرطان الغده الدرقيه ولا الجهاز الهضمي او شيء او اشياء كثيره. يجب ان يكون عندنا احنا ايش؟ احصاء دقيق على اساس ايش؟ نستطيع ايش نستخدمه في اكتشاف اي انواع السرطان الموجود في الايش؟ في المناطق المعينة بعينها، وايش جميل. وايش العوامل اللي ايش المسببة لهذا الاورام. جميل، هذا مطلب هذا واحد. نعم، الحدث والاهم انه ايش؟ مركز الاورام يعني موجود عندنا الوحيد في المستشفى الجمهوري، هو لا يتبع المستشفى الجمهوري، هو ايش الان ايش؟ مركز مستقل بحاله، لكن برغم كذا لا تتوفر كل الايش؟ كل طرق علاج الاورام في هذا المركز الوحيد. نعم، وهذا هي المشكلة. وهذه المشكلة كانت محور لقاء أجراه الزميل معاذ منصر حول المعاناة لمرضى السرطان. خلونا نتابع هذا الاستطلاع ونعود. أسباب السرطان في اليمن في البيئة اليمنية بالذات أسباب عديدة جدا، اهمها استخدام العشوائي المبيدات للطبق المواصفات، اسامه موجود كذا واحد الاستخدام. الحاجه الثانيه التهريب، 90% من المبيدات في السوق اليمنيه مهربه بشكل من مصادر غير معروفه. العادات سيئه في اليمن، القات، التدخين، تمام، الشمه هذه موجوده في اليمن تقريبا الدول الوحيده. الحاجه الثانيه المعلبات والمواد الكيماويه موجوده هنا. وفي موضوع مطمور المبيدات الكيماوية والنوية المدفونة في الأراضي اليمنية، تمام، بتواطؤ مسؤولين عديدين ومعروف القصة، ودليل كذا أنه كثير من المرضى يجوا مناطق معينة يعني زي المناطق التهامية، تمام، وفي إشاعات أنه المناطق التهامية دي فيها نوية مطمورة. أسباب مرض السرطان في اليمن بالذات مشكلتها كثيرة وعديدة، يمكن أغلب مشكلة فيها هي القات، لأن أغلب القات اللي بيتعاطوها الناس في اليمن مرشوش بغازات سامة مش معروف من فين مصدرها ومنين جت. أسباب مرض السرطان أسباب كثيرة، منها أولا دخول المنتجات المهربة والمنتهية الصلاحية عن طريق المنافذ، هذا شيء خطير جدا بالنسبة لدخول هذه المنتجات. الشيء الثاني عدم مراقبة الجهات المختصة لهذه المواد وفقدان صلاحيتها.
عن نظرا لازدياد المرضى السرطان في اليمن بصوره كبيره. ناشد المسؤولين وال يعني القائمين بعمل وزاره الصحه وحتى رئيس الجمهوريه ان يعملوا يعني مستشفى على الاقل في العاصمه ومراكز في المحافظات يعني لكي يستوعبوا الكميه المرضى الموجودين في الجمهوريه. مشاكل السرطان اولا يشوفوا ايش اسباب الاسباب الى جانب مستشفيات متخصصه في هذا الجانب ما فيش اطلاقا. دكاتره متخصصين في جانب مرض السرطان سرطان الدم وانواعه وكذا ما فيش اطلاقا. اولا بالنسبه لامراض السرطانات الموجوده في اليمن كثيره جدا واسبابها ترجع الى اسباب صحيه واسباب اجتماعيه واسباب بيئيه. من الاسباب البيئيه كما موجود الان يقال ان الان موجود نفايات نوويه في سقطره بنسبه كبيره جدا حتى ان هناك حاويات يعني كثيره يعني بعد حوالي 10 سنوات الى 15 سنه ممكن هذه الحاويات يعني تتفكك وتسبب يعني أزمة بأن تقضي على طبقة الجو وتسبب يعني أثار على البشرية كامل. أيضا من بالنسبة لأمراض السرطان ما فيش الكادر المؤهل الجيد كذا. إذن كان هذا جزء من استطلاع أجراه الزميل معاذ منصر حول معاناة مرضى السرطان. رياض الزنداني، حملة نزرع أملا نقتل ألما. أنتم لديكم مطالب في الحملة، أنا أعرف ذلك وطالبون. وهو يقول الآن بأنه هناك فعلا سوء استخدام، والدكتور يقول بأنه سيكون هناك الآن مشاريع قادمة في اتجاه مستشفى وغير ذلك. يعني إيش المطلوب الآن؟ طيب أنا حابب أعرف بس سوء استخدام من من؟ سوء استخدام من من يا دكتور؟ سؤال موجه للدكتور. سوء استخدام طب هذا يتعلق بالمسؤولين عن قيادة يعني عن رسم السياسة الصحية في البلد. معنا مشروع مكافحة الأورام اللي له أهداف له أهداف المفروض إيش نستفيد منها، يستفيد منها المريض بالاكتشاف المبكر للأورام. إذا اكتشفنا الورم في مراحل المبكرة وهذا يعني لا يتم إلا إيش إذا لامسنا معاناة المرضى في الأرياف، في الأرياف عندما يأتي المريض لأول مرة. طيب أنت قلت لي سوء استخدام من قبل الأجهزة الحكومية. خلاص أنا الآن يعني عرفت. طيب ممكن أنت كلمت مع الأستاذ عبد السلام قلت قال لك ليش ما فيش بنك معلومات؟ قلت لانه اصلا ما فيش مراكز متخصصه. ماشي تمام. المراكز المتخصصه مشروع هذا مهم. هذا من في 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 فرق بين مراكز العلاجيه للاورام تمام، وفي احصائيات عندهم اوليه للحالات اللي تصلهم. طيب لكن هناك في المشروع الوطني لمكافحه الاورام، هذا اللي هو معني، المفروض يكون معني بكل هذه الاشياء من ناحيه التوعيه، من ناحيه ايش نشر الوعي الصحي. جميل يا دكتور، بس خليني بس خرجت عن فكرتي. تمام. الفكره هي انه انت قلت سوء الاجهزه الحكوميه هذه انه اكيد انا ما شبني شيء او ما عاد اقوم بشيء الا بايش بماده. طيب الكم الهائل من الاموال تمام لانشاء مركز صغير، تمام، لكي نقوم بانشاء مركز صغير البنك من المعلومات عشان نعرف انه في معنا احصائيات. انت تذهب هذه الفلوس يعني. لا هذا واحد. طيب السؤال هذا السؤال سيوجه لمؤسسة السرطان. قبل اسبوعين دشنتم الحمله السنويه لجمع التبرعات للمؤسسه وسنويا طبعا احنا سمعنا الرئيس تبرع ب 100 مليون وبعض الجهات 25 مليون 20 مليون. أين تذهب هذه الأموال؟ سؤال وجيه. سؤال وجيه من الأخ رياض وأشكره عليه. وهذا الأصل أن المناط بالأطراف الأخرى أن تسأل أين تذهب هذه الأموال، وهذا من حقكم. إنما أنا أطلب أولا من الأخوة الشباب أصحاب الحملة أن يزوروا المؤسسة، تزوروا المؤسسة للإطلاع على الأرشيف وعلى الخدمات التي تقدم. فأنا الآن مثلا عندي تقرير عن الخدمات. مثلا المؤسسة لها الآن 8 سنوات منذ أن أنشأت، أرشفت إلكترونيا ووثقت خدماتها من عام 2009 تقريبا. فالآن مثلا في 2009 قدمت المؤسسة للمرضى، بينما أنه كان المرضى في 2009 ما يقارب حول 3000 إلى 4000، قدمت المؤسسة ما يقارب 137 مليون
و722 ألف و580 ألف ريال 2009 طيب. فموزعة على بنود الأشعة المقطعية والأشعة الرنين والرقود والعلاج والعمليات والفحوصات. طيب السنوات الأخرى بينما قدمت في 2010 مبلغ 172 مليون و967 ألف و990 ريال موزعة على نفس البنود. في 2011 قدمت 131 مليون وذلك بسبب الأوضاع والأمور اللي 130 يعني نقص عن 2010 نعم. 130 مليون و286 31 ريال موزعة على نفس البنود. في الستة الأشهر الأخيرة من 2012 قدمت ما يقارب 81 مليون و534 ألف و580 ريال هذا موزعة على الأشعة والرقود والعلاج والفحوصات والعمليات وغيرها بل ومساعدات نقدية تعطى لله. اسمح لي اسمح لي بينما المؤسسة تقوم بهذه الستة أو السبعة البنود مضاف إليها المساهمة في علاج الإشعاع الذي هو غالي التكلفة تكلفة الشخص المريض الواحد ما يقارب 30 جلسة بربع مليون لكل شخص أيضا المسح الذري أيضا العلاج بالجاليوم العلاج باليود والدكتور يعرف هذا الكلام ما ليس موجود هو موجود في مستشفى الثورة فقط ويستوردوه أكثر الاستيراد من سوريا وسوريا مع الأحداث هذا توقف الخدمة عفوا 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 طيب رياض اسأل سؤال وسنعود للإجابة لكن بعد الفاصل اسأل السؤال طيب السؤال هو أنا جالس أشوف الآن ما شاء الله يعني مستند كامل أشعة رقود علاج إلى 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 آخر نعم. طيب هذا العلاج ماذا يتضمن من بنود ما نوعية السرطان في العلاج هذا يعني أنا بنعالج هذا الشخص لا هذا نوع... كاشف طيب ليس ليش ما بنحس ليش ما بنلاقيش جانب ملبوس ملموس من قبل المؤسسة إذا على هذا الأساس من قبل المستندات يعني نحن في يعني اليمن بخير يعني على أساس كلامه طيب سنعود لهذا المحور إيش المطلوب الآن رياض متحمس جدا مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل من الإعلان نعود لاستكمال قضايا دوت كوم هذه الحلقة المخصصة للبحث في مرضى السرطان والمعاناة وأيضا المطالب والالتزامات المجتمعية والمؤسسية تجاه المصابين فاصل ونعود أهلا بكم من جديد ما زلنا في قضايا دوت كوم قبل أن نعود لحوار رياض مع الدكتور حسن عطية حوار شيق وحتى وقت الفاصل خلينا نعود إلى الدكتور نبيل الحاج دكتور نبيل الحاج المؤسسة بالفعل هناك لها جهود ملموسة لكن أنا أسأل عن حاجة المرضى الأساسية حاجة المرضى الأساسية هل في تقديم هذه الخدمات والعلاج ولا هناك شيء أكبر من أجل الاستمرار نعم المؤسسة تبذل جهود يعني تبذل أموال كبيرة والخيرين يبذلون أموال أكبر والدولة تبذل مجهود كبير لكن السؤال يعني المشكلة هنا مش في كم ايش نبذل يعني كيف نستغل هذه الامكانيات المتاحة حتى ان احنا نتحصل على افضل طريق نتيجة للايش لعلاج ومكافحة الاورام يعني انا عندما يأتون الى صنعاء الى المركز والى الوحدات اللي هي في المحافظات في مراكز المحافظات يلقون إليها كل المرضى في المراحل الإيش المتأخرة في مراحل متأخرة وهذولا المرضى يعني في كثير من الأحوال يعني استخدام العلاجات الكيماوية وحتى العملية أحيانا يكون إهدار لأنه لا يستفيدوا منها في جميل المنطقة جميل 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 ما نسبة إمكانية العلاج بين الفحص المبكر والفحص المتأخر أيوة هنا يعني في معايير في هناك معايير موجودة في إيش في مشاريع مكافحة الأورام منها أول حاجة الوقاية الوقاية من المرض كيف يعني إيش يقول لك الوقاية هي نصف العلاج تمام إذا اكتشفنا يعني الأسباب اللي هي تسبب الأورام وهذا مشكلة من وهذا مشكلة المشروع الوطني لمكافحة الأورام كوقاية مش مشروع لإيش مش علاج يعني إن إحنا إيش لازم
نعمل ايش؟ توعيه للمواطن للاطباء انفسهم في الارياف مش متخصصين، مش شرط انه ايش؟ يكون في طبيب متخصص في معالجه الاورام في مستشفى ريفي، لكن ايش؟ هذا الاطباء وهذه الكوادر عندما ياتي المريض يشكو من علامات او اعراض مبكره في الاورام هذه، يعني ايش؟ لازم ايش؟ يستطيع يكتشفها على الاقل ويرسلها الى ايش؟ الى المكان المتخصص. هذا يحتاج الى ايش؟ الى دورة تنشيطيه للناس هذولا، الى سواء للمواطن او للايش؟ الكادر الصحي، حتى انه يتمكن ان احنا ايش؟ نستطيع نعمل ايش؟ على المكافحه. جميل. يلا. طيب زهاء، انتم في الحمله تطالبون بأشياء، في المؤسسة يقومون بهذا الجهد والأموال تذهب في اتجاهاتها، إيش المطلوب الآن أكثر من ذلك سواء من المجتمع أو حتى من المؤسسة؟ هو على ما قالوا أنه الكلام حلو والإحصائيات اللي خارجة حلو، بس مش محصلين شيء ملموس في المجتمع. أول ثاني حاجة، المؤسسة أعتقد أن عملها ما بيكونش واسع مثل ما تكون الدولة نفسها مشاركة في الموضوع، والدولة نفسها لها يد في الموضوع. يعني الدولة ممكن الآن يمكن اختلف معك الكثيرين، يقولوا الحمد لله المؤسسة خارجة عن الدولة وأثبتت أنه أحسن من الدولة. المؤسسة جدا كويسة وتشكر على جهودها، ولكن نحن نشتي مشروع وطني متكامل يدخل فيها المواطن ويدخل فيها الدولة أيضا. جميل. يعني الآن نحن لما خلاص المؤسسة هي اللي تقوم بدورها فقط وما فيش مستشفى متخصصة، والدولة نفسها الوزارة، أنا مستغربة لشيء معين. إذا كانت الإحصائيات موجودة من زمان وعارفين أن مرضى السرطان موجود في المجتمع، إلى الآن الوزارة ما أدخلتش في استراتيجيتها بناء مستشفى متخصص لمرضى السرطان. يعني مرضى السرطان ما يطلبش أكثر من أنه يحصل علاج. يعني العلاج كمان اللي كان يذكر الدكتور اللي هو العلاج بالأشعة، أنا طبعا هم أخبر مني، بس اللي أعرفه أنه في حاجة اسمها استئصال للورم العمليات الجراحية، إلى الآن مش موجود في اليمن. يجوا خبراء إلى الآن موجودين هنا في اليمن وقادرين أنهم يعملوا عمليات الاستئصال للأورام، ولكن للأسف ما فيش يتحجج، يعني يتم التحجج بأنه ما فيش قسم متخصص يتم فيه عملية الاستئصال. فأين الدورة؟ خلي الدكتور. هذا كلام غير صحيح، لأنه في مستشفياتنا تقرا عمليه استئصال ليش؟ جراحه الاورام السرطانيه، استئصال الاورام كليا تستئصل. في عندما ياتي المريض هو يعني عند في مرحله قابل للاستئصال. قابل للاستئصال والورم مش منتشر في المستشفى الجمهوري عندنا، في نعمل عمليات كبرى مثل هذه استئصال ورم المري المعده الاشياء هذه، بس عندما يكون ايش؟ يصل في مرحله قابله ايوه سليم. طيب في مستشفى الثوره وفي كل المستشفيات. خليني نروح لاحمد. احمد متفرج بهذه الحلقه اكثر من والله، مستمتع جدا مستمتع. طيب جهود المؤسسه، هناك امل الكثير على وجود مؤسسه انه ليست تابعه لوزاره الصحه 100%، هناك تنسيق وتقومون بجهد مع مركز الاورام الى غير ذلك، ويقدمون الكثير وبالفعل قدموا. انت من وجهه نظرك مقارنه بالمراكز الرسميه الفاشله للاسف الكثيره، كيف تقيم الوضع التجربه مع المؤسسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسسه اللي عجبني فيها هي التعامل النفسي اللي متواجد. احنا مرت علينا وجدت لنا استشارات نفسيه كثيره، ناس خارجين من بعض الحالات، يعني في بعض المرضى يروح مفرضا عنده ورم معين، نفترض كيس دهني او ما الى ذلك، فبيتفاجئ ان الدكتور بيقول له على طول كذا في وجهه، تخيل معي انت عندك ورم خبيث حتى قبل التأكد قبل هذه الأشياء. فاللي بيعجبني في المؤسسة وجود التعامل النفسي من هذه الناحية، هذا ما يميزها يمكن عن باقي الناس الأخير. وإحنا بنعاني بعدين لما نجي نحاول نتعاطى مع هذا الشخص في استشارة نفسية أو علاج نفسي، بنلاحظ أنه هو طلع أنه في شيء بسيط، لكن تخيل لما يكون 6 أشهر إلى 7 أشهر لما يكتشف أنه ليس ورم خبيث، عايش حالة نفسية ومنتظر في أي يوم أنه يتوفى. الظروف اللي مرت فيه ممكن يكون توقف عن دراسه، توقف عن عمل معين، توقف عن تعامل مش مع خبيث اصلا، وهو حتى يمكن مش ورم. لاحظ كيف مجرد انتباه. فهذه هي مشكله كبيره احنا بنعانيها نفسيا، وانا احب انه المؤسسه تركز بشكل كبير. يعني مهما كان احنا كماديا كطبيا ممكن يكون في قصور عند اغلب الجهات، لكن لازم نركز على حاجه اسمها التعامل النفسي، بيكون له دور كبير. لو جينا نتذكر زمان، هل كان موجود في مرضى السرطان؟ اكيد كان موجود. طيب انا اعرف مش بعيد في قريتنا زمان في عائله، كقصه سريعه، في عائله انه فعلا عندها توارث في مرضى السرطان. الان اطفالهم فيهم السرطان بيطلع معهم وما بيعمروش اكثر من 20 الى 30 سنه. جانب نفسي
20 يعني ايوه بالضبط جانب نفسي 20 الى 30 سنه بس هذه النقطه اوضحها 20 الى 30 سنه بيكون بيتوفى. طيب اجدادهم كان يعمروا الى فوق ال 70 ليش؟ لانه اصلا كان يجهل انه مرض سرطان. طيب مع انه كان موجود. في سؤال من رياض شوفه متحمس. قبل ان انتقل للدكتور اذا عندك الملاحظات للدكتور تفضل. هو السؤال للطرفين مشترك. طيب والمؤسسه نفسها الدكتور. طيب احنا شفنا يعني قبل يومين طبعا من تسجيل الحلقه هذه انه في جهاز جديد يعني الحمد لله انه تم تشغيله اللي هو جهاز الكوبلت ودكتوري عارف به اكيد. طيب هذا الجهاز انا طلعت عليه طبعا في النت انه ما وصلش اليمن يعني مجموعه كامله وصل على قطع 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 قطع. طيب ايش دور المؤسسه بالنسبه للتوفير في الاجهزه تملي اجهزه الماموغرام الكوبلت الى الى الى. طيب ايش دور المؤسسه بالنسبه للجانب هذا؟ طيب اذا ما نشيش نبني مستشفى تمام ايش دور المؤسسه وايش دور الدكاتره؟ خليني اسال دكتور تفضل او خلينا انت دكتور رياض. جهاز الكوبلت يجاوب عليه الدكتور. تفضل اذا دكتور. جهاز طبعا احنا جهاز الكوبلت طبعا يوجد في ايش؟ في المركز الوطني لمكافحه الاورام. في فدوره طبعا اذا في جهاز جديد او توفرت ايش؟ او جهاز اخر توفر كمان، هذا بيساعد كبير على اساس ايش؟ انه المرضى احيانا فتره شهرين ثلاثه ينتظرون دورهم حتى انه يصل الدور على اساس ياخذ ايش؟ قروع العلاج الايش؟ الاشعاعي. جلسات الإشعاع أحياء يعني كمان الإيش هو إيش دوره عشان اللي ما يعرف دوره طبعا هذا يعني في كثير من الحالات التي تأتي مش قابلة للاستئصال للاستئصال ويستجيب للعلاج الإشعاعي هو استكشاف إيش يعني للكشف مش للماموغرافي للكشف لكن بجهاز الكوبلت هذا للعلاج يعني بيساعد ايش بيساعد انه اكبر كميه كبيره من الايش من المرضى عشان نحصل لانه في نهايه الوقت. دكتور انا سمعت انه هناك نيه الان للتوجه او توجه من المؤسسه لانشاء المستشفى الذي يطالب به الشباب والذي يطالب به الحقيقه الوطن كله. ما صحة ذلك؟ اولا قبل الاجابه على سؤالك هذا عقيبا على كلام الدكتور نبيل حول أن في المنظمات العالمية للصحة أن معدل كل 2 مليون يجب أن يكون لهم مركز. أنا اطلعت على تقرير في تركيا أن بمعدل كل 100 شخص يوجد لهم طبيب. كل 100 شخص يوجد لهم طبيب. أما الآن إذا بس إحنا صح ما فيش مقارنة بيننا وبين تركيا من أي لكننا نسعى إلى هذا الشيء. 100 شخص لهم طبيب، فاحنا الآن نسعى إلى أن 20,000 أو 30,000 مصاب بالسرطان ويجب أن يكون لهم أطباء اختصاصيين الأطباء معدودين، هذا نقطة. النقطة الثانية ذكر أحد الأخوة أن الدولة تساهم بمبلغ كبير، في حين أن أحد الوزراء في الآونة الأخيرة أعلن رسميا أن الدولة لا تستطيع أو تساعد ب20% من علاج السرطان، بل وهذا يعني وأنا أعتقد أن المؤسسة هو المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ومركز الأورام يقدموا أكثر مما يقدمها يعني عشان كذا سألناكم إذا في نية لبناء مستشفى أنه التعويل عليكم النية الأصل في المستشفى المتكامل أنه مناط بالدولة تقوم به بالدولة، لكن المؤسسة بصدد إنشاء مركز متكامل المركز أصغر من المستشفى مركز متكامل للجراحة للعلاج للسيتي سكان للإماراي للفحوصات المطلوبة أما الأرشفة والإحصاءات فيما موجودة الآن في المؤسسة وأنا أتمنى من الأخوة زيارتنا لهذا الكلام. تعقب على كلام الأخ العابد في التعامل النفسي كما ذكر الأخ الدكتور نبيل قضية الوقاية خير من العلاج والعامل النفسي له دور. طبعا مرض السرطان ليس وراثي كما 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 يا يا كما ذكر انه ياتي وراثي السرطان مش وراثي هو هناك في نظريات حتى الاسباب الان لحد الان اسباب مش معروفه في يعني ممكن يكون ايش لا بس هو ذكر ان فيها اسباب يعني في عوامل ايوه احنا المعروفه الان العوامل والتي وهذه التي الجانب الوراثي في بعض النظريات ساستاذن الشباب نستغل الوقت بوجودكم كي نوصل رساله للوقايه
ايش الذي يمكن تقوله لتجنب مرض السرطان وللمصاب بالسرطان عشان الفحص المبكر عشان امكانيه العلاج قبل ان يتفاقم الوضع عندك دكتور ابتداء؟ طبعا زي ما قلنا انه في بعض الاشياء مثلا الامتناع عن التدخين. التدخين ممكن ايش يقلل نسبه المرض بالسرطان. نذكرها بنقاط فقط عشان الوقت. امتناع عن التدخين. الامتناع عن التدخين، الحد من استخدام الخضار، الخضار والفواكه اللي هي ايش فيها مواد ايش مبيدات طبعا ايش كيماويه والتي تستخدم عشوائيا عندنا. المداع، الشيشه هذه، عدد شمة، هذه الحاجات اللي اكثرها يعني. الاكل المنتظم، يعني ممارسه الرياضه، طبعا ليش يعني الكشف الدوري الطبي الدوري في ليش في بالنسبه للمريض نفسه يعني للمرضى يروحوا لازم كشف دوري يعني كل 6 أشهر مثلا كل سنه يساعد على انه اذا في اي مشكله ولا اعراض او حاجات معينه. وبالنسبه لعندنا كايش كجانب يعني كحلول سريعه المفروض نتخذها مثلا ايش اذا كان مثلا المركز عندنا لا يعني لا يستوعب كل الايش فروع العلاج الايش علاج الاورام فيجب مثلا ايش ربطه بالايش في المستشفى المركزي. طيب بالنسبه للايش للمستشفى الجمهوري. طيب المركز الاورام عندنا. طيب دكتور الاعراض التي تظهر عشان المريض يمكن يقول عشان يروح يفحص، ايش الاعراض التي يمكن تظهر ولا ما في اعراض تظهر؟ كل نوع من انواع السرطان لها اعراض، وهي الان المؤسسه في ممثله في اداره الاعلام فيها أنشأت كتيبات وبروشرات لنشرها. فالآن أنا أطلب من الأخوة المعنيين أو المهتمين أو المختصين مثل الشباب يأتوا يأخذوها ويوزعوها. أما الذي يعني وهو موجود في المؤسسة بشكل عام ونصرفها للمريض، يعني كوقاية المريض عندما يأتي إلينا عندما نصرف له الخدمة المطلوبة نعطي له بروشور، نعطي له كتيب يثقف. نعم مجانية. يعني هذا هو سؤال مهم. هذا هو سؤال مهم انه اذا فحص في البداية وكان هناك فحص مبكر واكتشف ان لديه مرض قبل ان يتفاقم ممكن ياتي اليكم وتعالجوه مجانا؟ ياتي الينا. هو الاصل ان ياتي المريض وياتي الى الطبيب المختص فيشخص المريض يشخص المرض وبعدين ان ياتي الى المؤسسة نفتح له ملف عندنا نقدم لها الخدمات. الخدمات تختلف، منها ما كان متدنية مجانية، منها ما كانت باهظة الثمن تساهم المؤسسة بجزء كبير منها. طيب ما مدى استيعابكم للحالات الموجودة؟ كل الحالات التي تأتي إلينا نستوعبها. طيب الأستاذ ناصر مستعجل. أستاذ ناصر أنا بستأذنك كمان بثلاث دقائق نقطة أخيرة. نقطة أخيرة بس لازم سريعة جدا. طبعا مقارنة بعدد سكان اليمن بعدد سكان مصر، شايفين المركز المتخصص في مصر تمام وكم عدد سكانهم؟ 80 مليون. تمام، انا حاب نوصل هذه الرساله للمجتمع وللي اكبر فاكبر فاكبر، ونتمنى يعني من الله سبحانه وتعالى انه انها توصل هذه الرساله. كمان رساله يعني رساله ثانيه انه نشتي الشباب كمان وبمساعدة التكاترة اكيد عمليه التوعيه الصحيه. اعتقد ان الدكتور اللي تكلم فيها النقاط التوعيه الصحيه. جميل. احمد نص دقيقه معك فقط. اتمنى من اي انسان الان بيشوفنا اذا كان عنده اي حاله في البيت او اي انسان ممكن انه يصادف لا قدر الله ويصاب هذا المرض انه يحاول يتعاطى معه بطريقه ايجابيه جدا، لانه فعلا حيساعد على علاجه بشكل كبير وحيساعد على مقاومه جسده لهذا المرض اذا كانت نفسيته جدا جدا متمكنه ان شاء الله. دكتور نعود لك. الذي اقوله في يعني الفتره هذا اقول للمريض مثل ما قال الدكتور نبيل او انت قلت في البدايه قد يتخوف المريض من الكشف او من التشخيص او من شيء، فالاصل انه ياتي ويكشف على نفسه ويطمئن الاولى في هذا. اما الذي اقوله للجهات المعنيه مثلا بدءا من الدوله بشكل عام او وزاره الصحه او الجهات ذات الاختصاص توفير فقرات معينه سواء في الاعلام المرئي والمسموع والمقروء وفي المدارس يعني المنابر العامة بشكل عام في قضية تثقيف المريض وفي قضية كيف الوقاية من المرض وفي قضية كيف نتعامل مع المريض نفسيا يعني. طيب. لأن التعامل مع المريض يعتبر من أهم. أنت لما اسمح لي لما مثلا الآن معك مصاب في البيت أو مريض وأنت تنظر إليه شزرا أن هذا المريض أن هذا قبل أجله لكن طيب. لما اسمح في نص دقيقة احنا اخذنا الان في الفتره الاخيره
البطاقة التي تصدر من المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان لو أنك تطلع عليها في خلفية تتابع بعض العبارات التي تبعث على الدعم النفسي أنه لا يقتل السلام، لا يذهب الحب والصداقة، لا يذهب نص دقيقة أخيرة. كرسالة نحن حابين نوجهها، نحن في الحملة حملتنا مستمرة بإذن الله وماشيين، ونحن كلنا كشباب مستعدين نحن نمد يدنا معاكم في عملية التوعية وعملية بناء إن شاء الله المستشفى اللي كلنا نطمح فيه، وبنمشي إن شاء الله في عملية التوعية والتعامل مع المريض بالطريقة الإيجابية وأيضا في بناء المستشفى اللي يحلم فيه كل مواطن يمني. وهذا ربما نقطة جميلة حتى لكم أنتم في المؤسسة، أنه هناك من المجتمع من الشباب من يقوم بعمليات رقابة ومطالبة، الكل يتحمس رغم هذا العمل الشباب أن يزوركم في المؤسسة. المؤسسة طيب أن يزور المؤسسة وللإدارات المعنية ويأخذوا كل المعلومات والجهد الكامل. عندك دكتور نختم بك؟ والله في معي رسالتين. أولا للرسالة اللي بيرسموا على السياسة الصحية في البلد، نتمنى أن يركزوا على تفعيل مشروع الوطني لمكافحة الأورام كمرجعية علاجية ووقائية لكل ليش للأمراض هذه كامل. الحاجة الثانية بالنسبة للمريض، يعني الوقاية خيرا من قطار علاج. أشكرك جزيلا، أشكر ضيوفي الكرام الدكتور نبيل الحاج نائب مدير المستشفى الجمهوري متخصص في علاج الأورام، وزهى الحمادي من حملة نزرع أملا نقتل ألما، وأحمد العابد مدرب تنمية بشرية ومتخصص في العلاج النفسي الجانب النفسي، ورياض الزنداني حملة نزرع أملا نقتل ألما أيضا، وأخيرا الدكتور حسين عطية مدير إدارة الخدمات والرعاية بالمؤسسة العامة لمكافحة السرطان. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، نتمنى أن نكون قد وصلنا إلى رسالة هم المجتمع. بداية الوقاية خير من العلاج، ثانيا يجب أن لا ننظر إلى المريض إلا بنظرة وهي أن ما ابتلي به اليوم قد نبتلى به في الغد، وثالثا أن نكون على قد المسؤولية وأن تكون هناك مساعدات لهؤلاء المرضى، لأن علاج السرطان بالفعل يكلف الكثير ويحتاج تضافر الكثير. بإمكانكم التواصل معنا واقتراح مواضيع للحلقات القادمة عبر العناوين الظاهرة على الشاشة. نعود ونلتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله، إلى اللقاء.